السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، رسالة جديدة وتحديث جديد على اليوتيوب. قامت اليوتيوب بإرسال هذا التحديث إلى كل القنوات المفعلة الربح التي تحقق الأرباح من خلال الفيديوهات الخاص بها. إن شاء الله سوف نتطرق إلى هذه الرسالة، سوف كذلك هذه الأحكام برنامج شركاء اليوتيوب الجديدة التي قامت اليوتيوب بإرسالها كما قلنا اليوم أو يوم أمس، وتم ظهور هذه الرسالة عند كل القنوات المحققة الربح كما تلاحظون. ملاحظة مهمة، يعني إخواني الكرام، هذه الرسالة فهي رسالة مهمة، يجب عليك أن تقوم بقراءتها وكذلك أن تفهم المغزى منها. فالعديد من الأشخاص لا يهتمون بالمحتوى التعليمي نظرا لمجموعة من الظروف. لذلك إخواني الكرام، أي شخص لديه قناة اليوتيوب وتعرف هذا الشخص لديه قناة على اليوتيوب ويريد أن يقوم بمعرفة التحديث الجديد، فهذا التحديث فهو مهم جدا، ملاحظة مهمة، قم بإرسال له هذا الفيديو حتى يقوم استفادة من هذه الحلقة. سوف نقوم بالدخول إلى الرسالة كما تلاحظون معي. الرسالة ظهرت لدي. ملاحظة، سيعلن عن أحكام برنامج شركاء اليوتيوب الجديد هذا الأسبوع، يعني هذا الأسبوع سوف يتم ظهور هذا التحديث على جميع القنوات، وإن شاء الله سوف نشرح لكم أيضا عند ظهور هذا التحديث سوف نشرح لكم كل التفاصيل حول الموضوع. سوف نقوم بقراءة التحديث. مرحبا شروحات، كما أعلننا في شهر سبتمبر سيقدم برنامج شركاء اليوتيوب طرقا جديدة تتيح لصانع المحتوى تطوير قنواتهم وتحقيق الربح للتمكن من الاستفادة من هذه الطرق. سنبدأ بنشر أحكام برنامج شركاء اليوتيوب الجديدة في هذا الأسبوع على استوديو اليوتيوب، يعني عندما تقوم بالدخول إلى استوديو اليوتيوب الخاص بك هناك سوف تظهر لك نافذة جديدة المكونة من مجموعة من الأحكام والشروط يجب عليك أن تقوم بالموافقة عليها. ما هي القنوات التي يجب عليها الموافقة على هذه الشروط؟ هذه الشروط أو هذه النافذة وهذا التحديث سوف يظهر جميع القنوات سواء كانت مفعلة الربح أو غير مفعلة الربح، يعني يجب عليك أن تقوم بالموافقة على هذه الشروط حتى تتمكن من استمرارية في عملية تحقيق الربح على القناة الخاصة بك. في حالة ما لم تقوم بموافقة على هذه الشروط سوف يتم إزالة قناتك من تحقيق الربح، وهذا ما يظهر في هذه الرسالة. لمواصلة تحقيق الربح في الإطار برنامج شركاء اليوتيوب عليك الموافقة على أحكام الجديدة بحلول 10 يوليو 2023. في حالة عدم الموافقة على هذه الأحكام المعدلة ستتم إزالة قناتك من برنامج شركاء اليوتيوب، يعني القناة الخاصة بك لن تحقق الربح كما قلنا من خلال برنامج شركاء اليوتيوب. ما الذي سيتغير؟ من أهم التغييرات التي ستطرأ هي أنه سيصبح الآن بإمكان شركاء الذين يحققون الربح وكسب الأموال من الإعلانات المعروضة في خلاصات الشورترز. للمزيد من المعلومات حول الأحكام المعدلة يرجو الذهاب إلى مركز المساعدة. كذلك إخواني الكرام، فبالنسبة للقنوات التي كانت تقوم بالربح من خلال الفيديوهات الطويلة بعد أن تقوم بالموافقة على الشروط والأحكام سوف يتم عرض الإعلانات على الفيديوهات القصيرة وسوف تتمكن من الربح من خلال هذا هو التغيير. ما هي الإجراءات التي يجب عليك اتخاذها؟ بدءا من هذا الأسبوع سيظهر إعلان بانر في استوديو اليوتيوب لإعلامك بتاريخ توفر أحكام برنامج وعليك قبوله، يعني إخواني الكرام سوف تظهر لك شريط جديد أو نافذة جديدة سوف تظهر على استوديو اليوتيوب سوف تخبرك يجب عليك أن تقوم بالموافقة على هذه الشروط لبدء تحقيق الربح من ميزة مشاركة الأرباح الإعلانات الخاصة بالشورتز اعتبارا من 1 شباط فبراير 2023، وعليك الموافقة على الأحكام الجديدة قبل هذا التاريخ. إذن
إذا وافقت على الأحكام بعد 1 فبراير 2023 سوف تبدأ مشاركة الأرباح لإعلانات الشورترز بدءا من تاريخ الموافقة. يعني إخواني الكرام عند ظهور الرسالة أو ظهور التحديث على القناة الخاصة بك يجب عليك الموافقة في تلك اللحظة، يعني تقوم بالموافقة، بعد ذلك سوف يبدأ ظهور الإعلانات على الفيديوهات القصيرة وستبدأ الأرباح من ذلك اليوم. كما تلاحظون إخواني الكرام فالعملية بسيطة جدا، لذلك إخواني الكرام المرجو مشاهدة الفيديو وكذلك مشاهدة الفيديو القادم الذي سوف نقدم إن شاء الله من خلاله الأحكام الجديدة، ولا كما قلنا سوف نتحدث عن كما قلنا عند ظهور التحديث سوف أقدم لكم شرح تفصيلي حول الموضوع. فإذا كان إخواني الكرام يهمكم المحتوى التعليمي الخاص بنا المرجو نشر الفيديو إلى أصدقائكم الذين يتوفرون على قنوات اليوتيوب من أجل كما قلنا هذا التحديث الجديد. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله. نشكركم للمشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق.